بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فحياكم الله إلى برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم الوطن في الكتاب والسنة. وقبيل الشروع في المقصود نبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل يوم غد الأحد 2 ديسمبر لعامنا هذا بيومها الوطني 47. ذات يوم في 18 من فبراير لعام 1968 في قرية السماحة الحدودية التقى رجلان فاضلان وقائدان يملكان من الهمم والمروءة الشيء والشيء الكثير، هما الشيخ زايد بن سلطان النهيان والشيخ راشد بن سعيد المكتوم. كان هذا اللقاء هو النواة لهذه الدولة الفتية القائمة، دولة الإمارات العربية المتحدة. نتشرف في هذا البرنامج المبارك أن نرفع التهنئة إلى مقام سمو رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان، وإلى سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبي ظبي، وإلى أصحاب السمو الشيوخ رؤساء الاتحاد أعضاء مجلس الاتحاد، وإلى أولياء عهودهم، وإلى الشعب الإماراتي الجليل الكريم النبيل، بل فإن خير الإمارات على العرب والمسلمين كثير. نهنئ العرب والمسلمين باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة. نسأل الله عز وجل أن يزيدها عزا ومنعة، وأن يحرسها ويحفظها بحفظه، وأن يدر عليها الخير كله، وأن يجعلها في أمن وإيمان وطاعة للرحمن. إذا تحرر هذا فإنه ينبغي الحديث عن الوطن في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمنهما نستسقي، يقول شوقي: بأيديهما نوران، ذكر وسنة. فأما الكتاب فإنه لم يأتي في القرآن مفردة وطن بهذا النص، لكن جاء معناها باتفاق العلماء. قال الله عز وجل في خبر بني إسرائيل أنهم قالوا لنبي لهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فقدم الله عز وجل حق الوطن على حق الولد، لأن الوطن به يأمن الإنسان ويعيش، وفيه يرتع، وفيه يعبد الله جل وعلا. فإذا كان هناك ثمة وطن كان هناك ثمة حياة دينية ودنيوية. أما إن لم يكن ثمة وطن فلا يمكن أن تقوم حياة، ولا يمكن أن يقوم دين. يقول الموفق الأول: ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. فهذان أمران متلازمان. هذه الآية الأولى. الآية الثانية الله عز وجل يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال العلماء من أهل التفسير: جعل الله عز وجل الأمر بالخروج من الوطن وترك الوطن كأن تأمره بقتل نفسه، فجعلهما في سياق واحد ومقام واحد. وهذا يبين لك عظم مسألة الوطن التي فطر الله عز وجل قلوب العباد عليها. والله جل وعلا فطر قلوب كل أهل وطن على حب وطنهم، وإلا لاجتمع الناس كلهم في مكان واحد. لكن سنة الله، فطرة الله جل وعلا في الخلق أن كل قوم يرون دارهم ووطنهم أحسن دار وأكمل وطن، وحق لهم ذلك، ولا يرتابون ولا يعنفون ولا يعاتبون فيه أيا كان ذلك الوطن. فكما قال شوقي: في أمر يحتاج إلى بعض التقييد لا شيء يعدل الوطن. هاتان آيتان عظيمتان تبين منزلة الوطن في الإسلام. اللغة العربية لغة واسعة، فما يعيش فيه الإنسان يسمى وطن، وما كان للذئب يسمى وجار، وما كان للأسد يسمى عرين، وما كان للنمل يسمى قرية، وما كان للنحل يسمى خلية، وهكذا. فالوطن هو المكان الذي يعيش فيه الناس، الذي يعيش فيه القوم الذين تتعالف قلوبهم، ولهم إمرة ولهم حاكم يسوسهم ويقودهم إلى ما فيه خير أمر دينهم ودنياهم كما سيأتي. هذا في كتاب الله جل وعلا. نأتي الآن
في خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مكث 40 عاما لم ينبأ ولم يرسل، ثم تحنث الليالي ذوات العدد في جبل حراء، فنزل عليه الملك أول ما نزل وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما زال النبي يراجع جبريل حتى قرأها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم نزل من الجبل وأتى زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، سيدة عظيمة جليلة القدر ذات معرفة تامة. فلما أخبرها طمأنته قائلة والله لن يخزيك الله أبدا، وما زالت تطمئنه، ثم أرادت أن تزيده اطمئنانا أخذته بيده إلى ابن عم لها يقال له ورقة بن نوفل. ورقة هذا رجل شاخ كبر، قرأ الكتب، تنصر، له علم بأخبار الأنبياء وأحوالهم عليهم السلام. فقالت لورقة تستدر عطفه على نبي الله، اسمع من ابن أخيك. فسمع ورقة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل بما وقع له مع جبريل. فقال له ورقة هذا الناموس الأكبر الذي جاء موسى، إلى الآن لا علاقة لنا بالوطن، حتى قال له بعد ذلك يخبره بما سيكون، قال له إن قومك سيكذبونك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرك ساكنا ولم يجب ورقة على هذا القول، وقال لهم إنهم سيؤذونك، ومع ذلك بقي النبي عليه الصلاة والسلام على صمته. ثم قال له يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقطع صمته يجيب ورقة أو مخرجيهم. قال العلماء في شرح الحديث دل على أن الخروج من الوطن ليس بالأمر اليسير، فالنبي عليه الصلاة والسلام تلقى قول ورقة أنه سيكذب وأنه سيؤذى بالقبول، ولم يراجع ورقة في قوله. فلما أخبره ورقة أنه سيخرج من وطنه سيترك مكة تغير حاله وتغير جوابه صلى الله عليه وسلم، وقال مستفهما مستنكرا يكلم ورقة أو مخرجيهم، قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه، وقد وقع ما أخبر به ورقة على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خرج. فالله عز وجل ونبيه قد خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة حتى يطمئنه، أنزل عليه جل وعلا، أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ستعود إلى وطنك يوما ما. ومع ذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في قباء أياما، ثم دخل المدينة ودخل معه أصحابه، فما زال حنين المكيين إلى مكة. فأبو بكر كلما غلبته الحمى تذكر مكة، وبلال رضي الله عنه كلما غلبته الحمى أنشد أشعارا يحن فيها إلى مكة، إلى جبالها، إلى وديانها، مع أن بلالا إنما كان يعذب في مكة وكان يخرج به على الرمضاء ويوضع على صدره الصخر، ومع ذلك بقي يحن إلى وطنه، لأن الفطرة تقتضي أن يبقى الإنسان متشبثا بأرضه، متشبثا بدولته، متشبثا بوطنه. فأخذ يردد، فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك من أصحابه اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فهذا الحديث العظيم الظاهر البين يبين لك ما ينبغي أن تكون عليه منزلة الأوطان في قلوب أهلها، ما ينبغي أن تكون عليه منزلة الأوطان في قلوب أهل ذلك الوطن. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 شابا من قومه، ومكثوا دهرا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويصلون وراءه، وهو خير الأمة وسيد الملة عليه الصلاة والسلام، ثم علم النبي من أحوالهم شوقهم إلى أهلهم، شوقهم إلى ديارهم، فهم لهم ديار يسكنونها ليست كالمدينة وليست مقدسة ولا ذات حرم كالمدينة، لكنها ديارهم، لكنها بلدهم، لكنها مسكنهم، لكنهم ولدوا فيها، فيها آباؤهم وأجدادهم، لا يمكن أن يتركوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، قال لما علم اشتياقنا إلى أهلهم وعادوا ورجعوا إليها وهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة قاطعان على أن حب الأوطان من الفطرة،
القرآن والسنة قاطعان على أن حب الأوطان من الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. فهذا هذه الأدلة من الكتاب والسنة. ولذلك فرعون، وهذا دليل آخر من القرآن، لما أراد أن يخوف الناس من موسى قال إن موسى ما جاء إلا ليخرجكم من أرضكم، فلما شعرهم بذلك بدأ أهل ذلك البلد مع فرعون على من؟ على موسى، لأن فرعون أوهمهم أن فرعون أن موسى إنما مراد أن يخرجهم من أوطانهم، وهذا يكبر على النفس، يعظم على النفس. كما دلت السنة على شأن البلد، شأن الوطن، ثمة ما يعرف بالتغريب، والتغريب عقاب يؤتى به للزاني البكر فينفى عن بلده، نوع من العقوبة عليه، نوع من العقوبة عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الرجل، إخراج الشاب، إخراج الفتى من بلده إلى بلد آخر، هذا نوع من العقوبة عليه. كل ذلك لأن البقاء في الأرض التي كان فيها الآباء والأجداد والوطن الذي ولدنا ونشأنا فيه، كل ذلك من الفطرة التي دل عليها الكتاب ودلت عليها سنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تعلق قلبه بالمدينة لأن الله جل وعلا جعلها مهاجرا إليه، فلما عاد إلى المدينة بعد حجة الوداع ودنا من دورها وظهر بعض بنيانها له، أخذ أطلق زمام ناقته وقال هذه أرواح طيبة، كأنه يشمها شما. فالإنسان معلق بالأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في مرض بعض أصحابه كان يمسح بريقه الطاهر الشريف تربة الأرض ويقول ريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فجعل الأرض مرتبطة بالإنسان. وفي حديث آخر قال تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، لأننا خلقنا منها. فالإنسان حيثما وجد، حيثما كان، الوطن الذي نشأ فيه وترعرع فيه وفيه آباؤه وفيه أجداده وفيه أجداده، فإن الفطرة قاضية بأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون محبا لهذا الوطن، عالما به، مقدما ما يملك من غال ورخيص، من نفس ونفيس، من أجل سمو وطنه وعلوه بين الدول. ينبغي أن يعلم أن الاحتفالات بالأيام الوطنية في أصلها ليست محرمة شرعا، بل هي في جنس المباحات، لأنها من العادات وليست من العبادات، من العادات وليست من العبادات. والحق أنه لا تعارض ما بين احتفال الأمم والشعوب والدول باليوم الوطني وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الفطر وعن يوم الأضحى. فيوم الفطر ويوم الأضحى يتعلق بهما عبادة شرعية، فثمة تكبير وثمة صلاة معينة وثمة خطبة وثمة ما يشرع شرعا، وهذا كله لا يوجد في الاحتفالات الوطنية. ولذلك ترى في بعض الدول التي فيها ملل شتى، فإنك ترى أنهم جميعا يحتفلون بيومهم الوطني، بيومهم الوطني رغم اختلاف دياناتهم. فتجد في بعض الدول ولا حاجة للتسمية، قد يكون ثمة ثلاثة ديانات شهيرة جدا تتكافى، نسبتها تكاد تكون واحدة، ومع ذلك الأمة كلها بجميع أديانها تحتفل باليوم الوطني، لأن أحدا منهم لم يقع بخلده أن هذا الأمر أمر تعبدي، لم يقع بخلده أن هذا الأمر أمر تعبدي. فالاحتفال باليوم الوطني من جنس المباحات، من العادات، وليس له علاقة بالعبادات الشرعية ولا بالعيدين اللتين شرعهما الله جل وعلا لكل مسلم ومسلمة، وهما عيد الفطر بعد انقضاء صوم رمضان، وعيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة للحجاج. فهذا وعيد الأضحى للمسلمين جميعا، لكن وقته بعد الوقوف بعرفة، يعني لا بد أن يكون عيد الأضحى يعقب وقوف المسلمين الحجاج بيوم عرفة. وأما غيرها مما تقوم به الدول اليوم ونراه عيانا، فهذا يتعلق كل دولة بحالها. فيوم الاستقلال، اليوم الذي أعلن فيه قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، كان في 2 ديسمبر. فدولة الإمارات تحتفل غدا بعامها أو بيومها الوطني 47، جعله الله أعواما مديدة وأزمنة عديدة. فهذا ما آيات القرآن، وهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما يبين أن هذه المسألة مسألة فطرية يتعلق الإنسان بالأرض التي يحبها. إذا كان ذلك الأول يقول
أمر على الديار دياري ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فكيف بالديار التي فيها ولدت وعليها نشأت وفيها آباؤك وأجدادك تنهل من خيرها تستظل بسمائها وتمشي على أرضها وتخالط أهلها وتسمع وتطيع لمن ولاهم الله جل وعلا أمرها. إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من اللقاء سنتحدث عن ما يجب على المواطن نحو وطنه، ما هي المواطنة الحقة، على أي بنيان تقوم، وكيف نغرس في المواطنين العلم بالمواطنة الحقة وفقه ما يجب على المواطن أن يقدمه لوطنه. حق الوطن على ذلكم المواطن. فالمسألة مسألة من الأهمية البالغة في زمن تكاثرت فيه الفتن واشرأبت فيه المحن، نسأل الله عز وجل السلامة من ذلك كله. فإذا علم المواطن ما له وما عليه وما الذي ينبغي عليه نحو وطنه حتى يبقى الوطن عزيزا منيعا آمنا مطمئنا تمضي فيه الحياة، كل ذلك يفرض على كل مواطن شيئا عظيما من الواجبات. متى ما فقه المواطنون ما عليهم وفقه الحكام والأمراء والشيوخ والمسؤولون ما عليهم زادت اللحمة وبعدت الفرقة وقام البنيان واشتد عوده ودحر العدو وكبت أصحاب الكيد ورد أصحاب الإرجاف، فالتلاحم ولين الناس بعضهم ببعض ومعرفة حق الوطن عليك يعينك على أن يبقى وطنك شامخا عزيزا أيها المبارك. بعيد الفاصل نبين حقوق المواطنة. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء الوطن في الكتاب والسنة. ما مضى من القول فصلنا فيه الأدلة من القرآن العظيم ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على أن حب الوطن من الفطرة التي خلدها القرآن وخلدتها أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووعدنا أننا سنتحدث عما يجب على المواطن نحو وطنه. ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل أولا أوصى الحكام والرعاة خيرا بالرعية، قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فالكتاب والسنة قاطعان على أنه يجب على الحاكم أمورا عظاما نحو رعيته. الله عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا ما يتعلق بالواجب على الحكام. نأتي بواجب المواطن نحو الحاكم ونحو الوطن ككل. فأما نحو الحاكم نحو ولي الأمر فإن الله عز وجل أوجب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا نص محكم غير منسوخ يدل على أنه يجب على الرعية السمع والطاعة لمن ولاهم الله جل وعلا أمرهم، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن منازعتهم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه، وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن في الجاهلية لا يقرون لأحد بسلطان ولا بحكم ولا بإمرة وإنما يتمردون ويخرجون، فجاء الإسلام فنبذ ذلك كله. والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في سقيفة بني ساعدة قبل أن يوارى جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر الأرض اتفقوا على الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة،
والصديق لم يموت إلا وقد أوصى إلى عمر، وعمر لم يموت إلا وقد جعلها في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي عليه السلام توفي عنهم وهو عنهم راض. فشأن ولي الأمر شأنه عظيم، وبقاؤه في الناس فيه خير لهم ولحمة. فهذا أول ما ينبغي أن يعلم من الأصول. من حق الوطني وولاة أمريكا عليك أن تشد أزرهم وأن تعينهم على ما كلفهم الله جل وعلا به، وأن تذكر خيرهم في الناس، وإذا علمت عن خطأ أو زلل فليكن نصحك لهم بينك وبينهم. ليس المقصود إثارة الدهماء، بل إن من السياسة الشرعية تسكين الدهماء، والعامة لا يخاطبون ولا يحدثون بما يقع بينك وبين السلطان وبين ولي الأمر، وإنما لو رأيت شيئا وإنما يمكن أن تخاطب ولي أمرك فيما بينك وبينه، وتشد أزره وتعينه وتدعو الله جل وعلا له، وتغرس في قلوب أهلك وأولادك بنين وبنات أن بقاء الوطن وأن اللحمة مع ولي الأمر وأن محبتهم والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، كل ذلك دين وملة وقربة من وجه ديني، وخير ونفع ونصر واجتماع للكلمة وبقاء للبلد من وجه دنيوي. وهذه أمور أقرها الشرع كتابا وسنة، ومضى عليها سالف الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صالح الأسلاف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن لا تصغي سمعك للشائعات الكاذبة والأراجيف المخذلة التي لا تلبث أن تنتشر في كل زمان ومكان. فقلما تنشأ دولة يكون حظها من الخير والنعمة والأمان حظا كبيرا إلا ويحسدها آخرون فيكيدون لها كيدا، فيكون إمرار الكيد عن طريق الأراجيف والشائعات الكاذبة. فمثل هذا لا يبالي المؤمن به ولا يصغي إليه ويرده، والله جل وعلا يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. منذ زمن النبوة كان هناك قوم إرجاف يشيعون الكلمة، يعظمون الحقير ويكبرون الصغير ويجعلون الخطأ الهين كأنه جبل من الجبال، كل ذلك حتى يثير الضغناء والأحقاد بين الناس فيقتتلون، وهذا مطلبهم ومأربهم، لا بلغهم الله جل وعلا غايتهم. فحق وطنك عليك أن لا تسمع لمثل هذه الشائعات ولا لتلك الأراجيف. الأمر الرابع أن تنظر في بنيان وطنك، وأن تنظر أين مواهبك، أين قدراتك، أين الشيء الذي تحسنه فتسخره في سبيل رفعة وطنك. التنمية مثلا في دولة الإمارات قائمة على سوقها، حكام الإمارات أعانهم الله يرعون هذه التنمية ويشدون من أزرها، ويعلمون أنهم لا بد لهم أن يواكبوا الدول وأن يقارنوا الآخرين وأن يصيروا في ركب المحافل الدولية، وهذا يجعل المسألة أشد ما تكون على كل مواطن قادر. لا بد أن تكون الهمم عالية، ولا بد أن تكون الكفاءات قادرة على بناء وطن حر أبي مميز يمضي في تنميته، يمضي في عطائه، لا يعرف الخور، لا يعرف العجز، لا يعرف الكسل، لا يعرف التراجع، لا يعرف التواني والضعف. فكلما اجتمعت الكلمة واتحد الصف وعان بعضنا بعضا قام الوطن على سوقه وعلى بنيانه واشتد عوده، وأصبحت الدولة مقارعة لكثير من الدول مما حولها ومما هو بعيد عنها. القرار اليوم في العالم يتحكم فيه الاقتصاد، فينظر المواطن إلى اقتصاد دولته فيعين الدولة ما أمكن على اقتصادها، وينظر سواء فرديا أو عن طريق مؤسسات أو مؤسسات الدولة أو مؤسسات الخاصة في كل ما يعين اقتصاد بلده وينميه ويجعله قائما قادرا على أن يمضي في ركب الاقتصاد والحضارة. وهذا يحتاج كما قلت إلى رؤية وإلى بصيرة، لكن الجامعات عندما فتحت والمدارس عندما أعدت والمراكز عندما أنشئت كل ذلك يعين على بناء جيل قادر على أن يبقى الوطن عزيزا منيعا، لا أن يبقى فقط بل على أن يمضي درجة فوق درجة ومرحلة بعد مرحلة ودهرا بعد
دهر. ثمة كلمات قالها سمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وفقه الله في مناسبة سابقة عن هذا الكيان، عن دولة الإمارات العربية المتحدة، قال إنما نشاهده اليوم واقعا حضاريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا قائما لم يكن منحة ولم يكن هبة ولم يكن مناله سهلا ميسرا. هذه كلمات سمو رئيس الدولة الشيخ خليفة حفظه الله. وهذا يبين لك أن هذا الأمر وراءه رجال بذلوا وأعطوا وأفنوا وقدموا حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة كما تراها اليوم عزيزة منيعة بحمد الله وفضله. فهذا الوطن بناه رجال وسيحفظه رجال ونورثها إذا متنا بنينا، يقول العربي الأول، بناه رجال وسيحفظه رجال وسيبقى لرجال إن شاء الله تعالى. والمقصود هذا بعض حقوق هذا الوطن عليك. لا بد حتى تعطي أن تحب وطنك، تحب الثرى الذي تمشي عليه، أن تحب كل شبر من أرض وطنك، أن تشعر بأنك فداء لها. وأنت ترى الآن كم من شهداء الإمارات قضوا، كل ذلك لتبقى الإمارات آمنة مطمئنة. فسبقكم وسبقنا رجال من أهل الإمارات قدموا أرواحهم، قدموا دماءهم من أجل أن تبقى دولة الإمارات عزيزة منيعة. وهذا يضاعف المسؤولية ويبين أن من حولنا ليسوا بذوي خور ولا عجز، بل هم رجال وأي رجال. ولذلك عرف في الإمارات ما يعرف بيوم الشهيد. والمقصود من هذا كله أن اللحمة إذا بقيت، وهذا الذي نؤكد عليه، لا بد أن يبقى الناس قريبون، أن يبقى الناس قريبين جدا من ولاة أمرهم، وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يعلم أن النعم إنما يحفظها شكر الله عز وجل له. فالمسلم إذا سأل الله أن يعينه على شكره وذكره وحسن عبادته فإن ذلك كفيل ببقاء النعم، كفيل بأن تبقى، كفيل بأن تحفظ. النعم متى ما شكرت قرت، متى ما شكرت قرت. فالإنسان يسأل الله عز وجل، يحمده أولا على ما أولى من نعم وعلى ما أعطى من منن، ثم يسأل الله عز وجل أن يرزقه الشكر. لأننا إذا شكرنا ربنا، شكرنا خالقنا، شكرنا رازقنا جل وعلا، حفظنا الله جل وعلا من كيد الأعادي، وأعاننا على البنيان الذي نبنيه، وحفظنا جل وعلا بحفظه من كل سوء. لا بد أن ننشر محبة الدولة في قلوب أبنائها، في قلوب بناتنا، في قلوب أسرنا. وما هذه الاحتفالات إلا رمز من الرموز يراد به إذكاء ما في القلب من محبة، وإيقاظ ما في النفوس من عزائم، وارتباط المواطن ببلده. هذا المقصود من مثل هذه الاحتفالات، ليس المقصود منها الهرج أو المرج كما يظن بعض السفهاء، وإنما الذين يؤنبون أو يؤلبون أو يرفضون مثل هذه الأمور. إنما المراد هو إذكاء محبة الوطن في قلوب الناشئة خصوصا، وإذكاء العزائم، ومعرفة ما للوطن من حق علينا وما لنا من حق نحو وطننا. كل ذلك إذا اجتمع وتآلف وتعاضد يكون البنيان قائما على سوقه في أعز رفعة وأجل مقام، والحافظ والموفق والميسر الله. لكن المحبة شأنها عظيم، لأن الإنسان إنما يعطي ويبذل إذا كان محبا. كلما عظم الحب في القلب عظم العطاء من الجوارح، كلما عظم الحب في القلب عظم العطاء من الجوارح. والإنسان إن لم يحب الأرض التي فيها آباؤه وأجداده، فيها أمه وأبوه وإخوته وإخوانه، وفيها أهله وذووه، وفيها ولاة أمره الذين لم يرى منهم إلا الخير، فماذا يحب إذن من الأرض، وماذا يحب إذن من الثرى؟ ولهذا فطرنا الله عز وجل على أننا نحب الأرض التي فيها ولدنا ونشأنا وترعرعنا، كما قال الأول: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. هذا كله أيها الأخ المبارك فيما يغلب على الظن أنه مما ينبغي على المواطن الموفق المسدد أن يقدمه لوطنه. حرصك على التعليم خاصة لنفسك أو لذويك سائق بإذن الله إلى أن تنفع وطنك. العلم سلاح، وأي سلاح؟ والعلم التقني اليوم له الصدارة في جميع محافل العلم. التقنية اليوم تتحكم في كثير من أحوال الناس بقدر الله، فطرق بابها وولوج دورها والأخذ بزمامها يعين كثيرا
على تحقيق الآمال بعون الله الكبير المتعال. ما عاد العلم رفع أمية لنقرأ ونكتب، تجاوز العالم هذه المرحلة وأصبحت التقنية والفضاء وأضراب ذلك أمرا ملحا، وكلنا ولله الحمد نسمع ونرى ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من طرق لهذا الباب وبذل للأسباب في إنشاء جيل يعرف أهمية هذا الطريق، وأن هذا المجال اليوم أصبح أمرا لا مفر منه ولا سبيل إلى السؤدد دنيويا بعد الله جل وعلا إلا به. فطرقه والأخذ به يعين على بناء الدولة بناء حقا، ويجعل لها، وهذا قائم لله الحمد، الصدارة في كثير من الأمور. والشيء الذي تفرضه المرحلة، يفرضه التاريخ، يفرضه الزمن، يفرضه العصر، لا يصح أن نتوارى عنه ولا أن نبتعد منه، بل نقترب وننافس غيرنا فيه، ونقدم من جيل أبنائنا وبناتنا من يطرق هذا الباب وينشد هذا الأمر ويستعين بالله جل وعلا على حمل هذا اللواء، ليعود خير ذلك كله على هذه الدولة المباركة، دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحرسها ويبقيها عزيزة منيعة دائما وأبدا. والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، حياكم الله إلى برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء الوطن في الكتاب والسنة. وقد حررنا في الجزء الأول منه ما يتعلق بأصل المسألة كتابا وسنة، ثم تحدثنا عن المواطنة الحقة، والآن أوان الإجابة على أسئلتكم مما وصلنا. وهذا أخ يقول يريد أن يسمع شيئا من الشعر العربي في مسألة حب الوطن. حب الوطن فطرة كما بينا، ومن أشهر من تكلم به عبد الرحمن الداخل صقر قريش، فهو بالرغم على أنه أسس الدولة الأموية في الأندلس إلا أنه أصلا من أهل الشام، فكان يقول: أيها الركب الميمم أرضي، أقرمني بعض السلام لبعضي، إن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي ومالكيه بأرضي، أي بأرض مختلفة. فالرجل رغم سؤدده، رغم ملكه، رغم أنه ينادى بالأمير، إلا أنه بقي في قلبه المحبة والولاء للأرض التي ولد فيها، وكان قد ولد في الشام بعد أن آل ملك بني أمية إلى دولة بني العباس. فهذا من أروع ما قيل. كذلك نأتي لأمير الشعراء شوقي، نفي بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر إلى خارج مصر، فبقي يذكر أبياتا يحن فيها إلى مصر، حتى قال: يا نايح الطلح أشباه عوادينا، نشجى لواديك أم نأسى لوادينا، ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا. وأخذ يذكر قومه وداره ووطنه، حتى قدر أن يعود، فاستقبل استقبالا عظيما، فذكر أبياتا يخلد فيها وطنه، وقال مما قاله: فيا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، فيا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب. الآن فلنفرض أن شابا، من دون كلمة طبعا يأس، أماراتيا، ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى استراليا، إلى غيرهما من الدول ليتعلم، فمكث سنين طويلة يدرس، وليس بينه وبين أهله وذويه في الإمارات التي هي بلده إلا الهاتف. ثم انظر كيف سيكون وله وحنينه وشوقه إلى العودة في آخر أيام الدراسة. إنه بعد أن يستلم الشهادة التي من أجلها ذهب، ويكون بينه وبين السفر أيام أو 3 أيام، يرى هذه 3 أيام كأنها 30 سنة، لا يراها 3 أيام، لأنه قد عظم فيه الشوق والمحبة إلى الرجوع إلى وطنه، إلى أهله. يريد أن يرى أباه وأمه، يريد أن يرى إخوانه وأخواته، يريد أن يرى جيرانه
يريد أن يوفي الوطن بعض حقه وأن يجعل هذا العلم الذي تعلمه خادما لهذا الوطن الذي ابتعثه، أن يجعل هذا العلم الذي تعلمه خادما لهذا الوطن الذي أكرمه وابتعثه وهيأ له سبل الدراسة. فشوقي يقول والحال يختلف: فيا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب. كذلك ابن الرومي الشاعر العباسي المعروف له أبيات ذكرنا بعضها في اللقاء، يقول: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالك، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فأجمل ما يذكر بالوطن عهود الصبا، زمن الطفولة. فكذلك كل فرد منا يحن إلى أيام صباه، وأين قضى أيام صباه؟ قضاها مثلا في وطنه بين أمه وأبيه وأهله، وهذا يجعل الجذر متعمقا والمحبة راسخة للأرض التي مشيت عليها وللأرض التي تعيش فيها. فهذه ثلاثة أبيات، ثلاثة شعراء قالوا قصائد في الوطن. أحيانا يكون الحب شيئا أقل بمعنى ذا خصوصية أعظم، فإن ميسون تزوجها معاوية رضي الله عنه وأرضاه وأسكنها في قصر منيف لكنه في الشام، وهي يظهر من ديار نجد أو غيرها، فحنت إلى ديارها، حنت إلى أهلها، ولم ترضى بقصر الخلافة على كبره. لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. وأخذت تعدد المقارنة، مع أنه لا مقارنة ما بين حياة النعمة التي تعيشها وما بين حياة البداوة القاسية، لكن البداوة والبادية بالنسبة لها وطن، بالنسبة لها أرض، بالنسبة لها منشأ، وهي امرأة ذات وفاء تحن إلى وطنها، تحن إلى أهلها، تحن إلى ديار قومها. هذا أيها المبارك بعض ما قاله الشعراء من رجال ونساء في مسألة حب الوطن. هذا سؤال يعني قد يكون يعني لا علاقة له علاقة مباشرة بالموضوع، يقول: نحن نقول في الذكر أصبحنا على فطرة الإسلام، إلى أن قال: وملة أبينا إبراهيم. يقول: ما الفائدة من قول وملة أبينا إبراهيم؟ ذكر العلماء أيها الأخ المبارك ثلاث فوائد. قالوا: الأول اتباعا للحديث. اتباعا لماذا؟ اتباعا للحديث. الثاني تعظيما وإقرارا بحرمة خليل الله إبراهيم، وقد كان خليل الله إبراهيم وافر الحرمة. الأمر الثالث تحقيق الأبوة الشرعية، فإن الله جل وعلا قال: ملة أبيكم إبراهيم، فسماه أبا لنا، وهو أب لنا أبوة شرعية وأبوة نسب لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد رآه في ليلة المعراج فقال له مرحبا، أي إبراهيم قال لنبينا عليه السلام: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولا ريب أن النبي من عدنان، وعدنان من إسماعيل، وإسماعيل هو الابن البكر لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نعود إلى مسألة الوطن. يقول في سؤاله، يقول: لو هل هناك علاقة، السؤال غير واضح، لكن هل هناك علاقة بين قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله والمواطنة؟ الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكرة تأسيس روح الاتحاد هذا دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة على الاعتصام، قائمة على الاجتماع، قائمة على الألفة. الأمر القرآني ينبذ التفرق، فجاء بحالين: حال أمر بالاعتصام وحال نهي عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما توصل إليه في أول الأمر، في أول النواة، في أول البذرة الخيرة الشيخ زايد والشيخ راشد، كان هو البذرة والنواة لقيام هذه الدولة المباركة وهذا الاتحاد المبارك. وهذا منطوق ومفهوم قول الله عز وجل واعتصموا، وبعد عن النهي القرآني ولا تفرقوا. فالله عز وجل نهانا عن التفرق، فكل من دعانا اليوم لأن نتفرق ينبغي أن ننبذ قوله وأن نهجره وأن نعلم نعمة الله جل وعلا علينا بالاجتماع.
وقد يأتيك من يدعوك متلبسا حينا بلباس الدنيا أو متلبسا حينا بلباس الدين، لكن العبرة بالغاية من قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كم من متلبس بالدين أو بالدنيا وهو كاذب في دعواه أو جاهل فيما يرومه. فالذين قدموا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه من الخوارج من مصر والعراق ودخلوا عليه داره وأحرقوا بيته قبل الدخول، إنما كانوا يقولون للناس: إنما جئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وهم ما أرادوا هذا، وعادوا بالخيبة، ودعا عليهم سعد رضي الله عنه وأرضاه فما شارك أحد في قتل عثمان إلا مات مقتولا. فالله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذج رائع للتجربة الوحدوية في أمة العرب. أمارات متعددة سبع ولله الحمد والمنة، هي اليوم كواكب مضيئة تمثل دولة، وأي دولة؟ هي دولة الإمارات العربية المتحدة. قوامها الاجتماع والاعتصام والتآلف والترابط عملا بقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الفرقة شر، الفرقة شر. والذين يريدون هدم الكيان المسلم إنما والكيان السياسي لأي دولة إنما يأتون بطرائق وبطرائق تمهد للانفكاك والانفصال، وهذا والعياذ بالله عين الضياع وطريق الفساد كله، لأنه ينشأ عنه التحارب والاقتتال وسفك الدماء وضياع المصالح وعلو المفاسد، وينجم عنه من الفساد ما الله جل وعلا به عليم. فالمواطن الحق من يعلم الغايات والمراد من كل متكلم. فمن دعاك لقول فيه اعتصام الدولة واجتماع كلمتها والألفة مع ولاة الأمر فيها فحي هلا ومرحبا به. ومن دعاك سرا أو علانية إلى الفرقة، إلى نزع يد الطاعة، إلى الشماتة، كل ذلك ينبغي للمؤمن أن يخرج منه ولا يقبل أن يسمعه ولا أن يعلم منه أو عنه شيئا. شكر الله لك أنه ربطت في سؤالك ما بين الاعتصام وما بين ما نحن فيه. الآن نأتي لبعض الأسئلة الأخوة، وإن كانت خارجة عن الموضوع، لكن هذا يتكلم عن مسألة الحياة في الدين، إلى أي حد ينبغي أن نتكلم أو أن نتلبس بالحياة. الحياة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن الإنسان في مواطن لا يمنع الحياء أن يسأل، إنما دواء العي السؤال. ولما قيل لابن عباس رضي الله عنه: أن لك هذا العلم؟ قال: لسان سؤول وقلب عقول. لكن المماراة والمجادلة ورفع الصوت كل ذلك يقلل من حياء المرء. والعربي يقول: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالحياء واق للإنسان من تسلط الأشرار عليه، والأمر كما قال نبينا: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أرضاه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فكان عثمان رضي الله عنه أرضاه وافر الحرمة والحياء، فجعله حتى في الملأ الأعلى في عالم الملائكة يستحيون منه. فحري بكل أحد أن يبقي على الحياء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، ويتأكد في حق النساء أكثر، ويتأكد في حق النساء أكثر. قال الله عز وجل: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا ما يتعلق بإجابة الأخ السائل عن الحياء. هذا يعيدنا السائل الآن إلى موضوع الحلقة، وهو الوطن في الكتاب والسنة. يريد يقول: أريد أن أسمع أكثر في قضية الصحابة وغيرهم في مسألة المواطنة. مما يعينك على أن تقوم بواجب المواطنة الحق أن تعرف
حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم مع من ولاهم الله جل وعلا الأمر، كيف يحرصون على حفظ الدماء، على لحمة البلد، على اجتماع الكلمة، على عدم الشقاق ونزاع الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ولى أسامة بن زيد الجيش الذي سمي بعد ذلك بجيش أسامة، كان بعض الناس تكلم فيه فقال عليه الصلاة والسلام: لئن طعنتم في إمرة أسامة فقد طعنتم في إمرة أخيه من قبل. فلا يخلو أي مجتمع من قوم يثيرون الضغائن، ما الحل معهم؟ الوضوح البين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعزل أسامة من أجل ذلك الكلم، ولم يؤخره من أجل ذلك الإرجاف، أبقاه على ما هو عليه ولم يتغير شيء من أمره، أبقى أسامة. ولما جاء الصديق رضي الله عنه وارضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات دون أن يؤذن لجيش أسامة بالمسير، أبقى أسامة قائدا واستأذنه في أن يبقي عمر عنده، فقبل أسامة. ثم قال: امضوا على بركة الله، ومضى جيش أسامة. فكان إنفاذ جيش أسامة أعظم وأول أعمال الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالمسلم يبقى قريبا من ولاة أمره، سامعا مطيعا، غير مرجف بقول ولا ذاكر ضغينة بفعل. ومن تلبس بذلك رد قوله وألجمه وأسكته حفاظا على مصلحة البلاد والعباد. هذا كله أيها المباركون مما ذكرناه آنفا من برنامجنا في هذا اليوم المبارك، الوطن في الكتاب والسنة. لم نكن نستطيع ولا ينبغي لنا أن نخرج عن هذه المناسبة السعيدة واليوم الطيب الذي تستذكر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بنيانا شامخا ورجالا أوفياء وحضارة سامقة وطريقا قائما ممهدا لأجيال تأتي من بعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ دولة الإمارات رئيسا ونائبا وحكومة وشعبا، واجعلها في سخاء ورخاء، وأقر بعلوها الإسلام والمسلمين، واجعلها عونا لكل طائع، واعن أهلها على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.